رحت محل موبايلات قلت له تليفوني في ايه، قال لي موبايلات في الزاد ما لقيتش ولا عين فيه. صح تبرك قناه الرياضه اللي ده فيديو جديد، بس انا كان الفيديو فوق سيشن لايك واشترك في القناه وفعل الجرس وقوم بالتنبيه عشان يطلعك مع الفيديو الجاي. يا ريت تعالى توصل فيديو 500 لايك ومعاكم عبد النينجا. يلا بينا نبدا بقى الفيديو. فكره الفيديو هجيب لكم ايه؟ هجيب لكم تجميع التيك توك المشاهير تيك توك على ترند. اكيد سمعتها في اول الفيديو فتعرفوا قصدي اتكلم على اي ترند. يلا بينا نبدا بقى الفيديو، ما تضيعش وقت بس توصل فيديو 500 لايك. يلا رحت محل موبايلات قلت له تليفوني في ايه، قال لي موبايلات في الزاد ما لقيتش ولا عين فيه، قال لي ده مفيش خربوش شغل وتمام مش بايظ، لاصحابي ما رنوش قال لي اصحابك عالبايظ. رحت محل موبايلات قلت له تليفوني في ايه، قال لي موبايلات في الزاد ما لقيتش ولا عين فيه، قال لي ده مفروش خربوش شغل و... رحت محل موبايلات قلت له تليفوني في ايه، قال لي موبايلات في الزاد ما لقيتش ولا عين فيه، قال لي ده مفروش خربوش شغل وتمام مش بايظ، لاصحابي ما رنوش قال لي اصحابك عالبايظ. رحت محل موبايلات قلت له تليفوني في ايه، قال لي موبايلات في الزاد ما لقيتش ولا عين فيه، قال لي ده مفروش خربوش شغل وتمام مش بايظ. لما انتوا كده سمعتوا التريند، التريند ده جامد قوي قوي قوي، ده كان تجمع مشاهير تيك توك على التريند ده، فانتوا قيموا كل واحد، طبعا انتوا عارفين كل المشاهير تيك توك وعارفين اللي ظهروا في الفيديو، فانتوا قيموا كل واحد عملها حلو بالعشرة. لو عايزين فيديو على 100 برضه اكتبوا تحت التعليقات. تمام، واحنا كده خلصنا الفيديو، فما تنساش اللايك واشترك في القناه وفعل الجرس وكومنت كده عشان تلاقوا الفيديو الجاي، ورجعوا الصفحه ده 500 لايك. ومعاكم عبدو نينجا، ونشوفكم فيديو جديد. سلام.